قبرت. الشيخ احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه. حضرتك النهارده في سحور مع حركه الاعلام الايجابي، ايه شعورك النهارده؟ طبعا انا سعيد بمشاركتي في هذا الحفل لاني كنت من الاوائل الداعمين لحركه الاعلام الايجابي منذ ان نشات، منذ قرابه العام او اكثر من عام. طبعا ده اقتناعا مني اولا باهميه الاهداف الخاصه بالحركه، لانها نشات في توقيت بيمر به الاعلام المصري بتحديات كبيرة، وهناك احتياج لوجود رشد في الدائرة الإعلامية، قدر كبير من الحيادية مطلوب والمهنية أيضا. وهذه الحركة يعني بيطلع بها مجموعة من شباب الإعلاميين مدعومين بالطبع بإعلاميين من كبار الإعلاميين وقدام الإعلاميين، هدفها زي ما أنا قلت هو نشر الوعي الخاص بالإعلام ودعم كل ما هو إيجابي، والإشارة أيضا إلى الإعلام السلبي أو النماذج السلبية للإعلام السلبي، وتوضيح ما أسباب تلك السلبية أو مواطن الضعف أو السلبية في هذا الإعلام. أنا طبعا بحكم المهنة بتعامل مع الإعلام بشكل دائم كممثل أو كمتحدث باسم وزارة الخارجية، بتعامل مع الإعلام بأعلم جديا مدى تأثير الإعلام على العمل وعلى السياسة الخارجية للدولة وأهداف الدولة. إذا كان الإعلام سلبي فهو إعلام يروج للإشاعات، هو إعلام غير مهني. الإعلام الإيجابي هنا هو إعلام يعتمد على الحقيقة ويبحث وراء الحقيقة ويبذل الجهد من أجل التحليل الدقيق للمعلومة، وبالطبع دعم أهداف الدولة وخدمة أهداف الدولة وأهداف المجتمع المصري بشكل عام. شايف حضرتك أن المشكلة في الإعلام الحالي المحتوى ولا المقدمين نفسهم أو القائمين على تقديم الإعلام نفسهم؟ لا، هو طبعا في تحديات من النوعين. يعني أولا في تحديات مرتبطة بالمحتوى، وهي الاعتماد على معلومات ربما غير موثقة، مصادر غير موثقة، تداول معلومات معينة، معلومة غير مؤكدة أو ليست من مصادرها الأصلية، أو في بعض الأحيان الاعتماد على الإثارة. وهو هنا طبعا الإثارة حينما نتعامل مع المعلومات المرتبطة بالعلاقات ما بين الدول قد تؤدي إلى الإساءة للعلاقات ما بين الدول، وبالتالي المضمون مهم جدا أن يكون مضمون رصين ومتوازن ودقيق. أيضا الأداة والأسلوب الذي يتم التعامل به مع هذا الإعلام، فهذا يرتبط بالمهنية، مهنية من يقوم على الإعلام ومن يعمل في هذا المجال مطلوبة للغاية، كي يستطيع أن يؤدي الإعلام رسالته ويستطيع أن يصل إلى أن يكون مقنع للمشاهد أو المستمع. وهذا يعتمد على مدى قدرة الإعلامي أن يكون مهنيا، يكون بعيدا عن الإثارة. قبرت أقوى موقع فني في مصر.